بقى. انا مش عاوزك في البيت تاني عشان انت بنت قله الادب، مش محترمه ولا متربيه ومش عايشه معايا تاني في الشقه. انا عملت ايه طيب؟ تزعليها ليه؟ انا ما زعلتهاش. مش عاوز تقولي ماما ليه كمان؟ مش زي ماما؟ تاني واحده غريبه عنها وحشه، انا اللي بغسل لك قدومك، انا اللي بحضر لك اكلك واديك المدرسه. ماما ولا معاملة نظيفة حتى. فين الدلعين؟ بشوفها يا أمنية. بشوفها يا أمنية قدامي بتعاملك حلو. أنت بتعاملي كده ليه يا أمنية؟ متزعلية ليه يا أمنية؟ وبترد ليه يا أمنية؟ تحب أضربك دلوقتي يعني؟ لا يا بابا. أما أنت عاوزة إيه دلوقتي يا أمنية؟ فين بابا؟ لأن أمي راحت مني يا بابا. يعني اعملي كده. أنت كمان عليا يا بابا. كل شوية الأسطوانة دي يا محمود، والله ما أنت داخلة البيت، أنا داخلة جوه. خش فيها. بعدين يا بابا دي بتقول لك ليه بتدلعني كده؟ أنت كده مش عاوزة أقوله لك بتعمله. في ايه يا امنية؟ قوليلي في ايه؟ قوليلي يا حبيبتي مالي؟ السلام عليكم. بابا عاوز يطلعني بره عشان انا ما قلتش اللي انت نادى ماما. هي مش مامتك؟ لا مش مامتي. امال ايه؟ فين ماما؟ ماما بالله. ليه يا ابني استاذ كان مزعلها ليه بس؟ ليه مزعلها ليه يا استاذ كده؟ زعلة يا بنت، قلت لي ادب وبترد وقلت لي ادب في كل حاجه. يا ابني دي يتيمه يا ابني، حرام عليك يا ابني. مامتها بتقول لك حرام عليك يا ابني، خدها في حضنك يا ابني، يتيمه يا ابني. انا حلف والله ده انا قلت اخش قاعده هنا ساعه ولا ساعتين تتلم عشان تعدل نفسها، عشان قلت لي ادب والله. يا ابني بدل ما تاخدها في حضنك يا ابني، كل ده عشان مراتك التانيه تعمل فيها كده. مش عشان مراتي، البنت قلت لي ادب وبترد يا حاجه. يا ابني صغيره لسه ما تفهمش حاجه، حرام عليك يا ابني. يا ستي كل يوم والله في الموال الاسود ده. معلش معلش انت كبير برضه. انا عاوز اكرشها من شب دايما. تكرشها ليه؟ ليه يا ابني؟ معلش يا حبيبتي دي يتيمه يا ابني، خدها في حضنك. حسسني ده مش ابويا، ابويا ما يعملش معايا كده. لا حبيبتي ما تزعليش، انا اغلى من مراتي، اغلى منها. ليه يا ابني كده؟ حرام عليك يا ابني. خلاص ماشي، خلاص يا حبيبتي. خلاص اخر مره المره دي، وتعديني نفسك في البيت عشان خاطري. خلاص ماشي، ماشي خلاص. يلا تعالي خش. خش يا حبيبتي يلا. وحشتيني والله، ما اقدرش استنى. اعمل ايه يا ابني؟ انت وحشتني اكتر، بس ما ينفعش تجيلي تحت البيت. ايه الجرأة اللي انت فيها؟ لا ما انت لازم تشوفي حل للموضوع دوت. انا لازم اقابلك كل يوم على يعني مرتين. لا مش هينفع، في مشاكل في البيت والبنت بتعاملني معامله وحشه. ماليش دعوه، لازم اكسب الراجل عشان البنت. انا بحبك، انا بحبك، ما تيجي على البيت خالص. انا ليا ان انا اقابلك كل يوم. طب وجوزي لو جه دلوقتي علينا هعمل ايه؟ انا مش هممني حد. فين الايام الحلوه بتاع زمان؟ استنى واحده واحده، اتقل اعصابي شويه. بالله عليك انا كل يوم اقابله، ماليش دعوه. هو بينزل الشغل الساعه كام طيب؟ طب اديني يومين وحضرتك. ده انا حتى الموبايل حتى مش عارف اكلمك في الموبايل. معلش اصل هو ابيض في البيت. كده اقعد مع اصحابك على القهوه، قول لهم ما تزهقناش. انا مش همشيه، وبعدين حتى لما بيروح الشغل سايب لي بنته. ما تتوقعش ليه تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ جوابهم مش مخليها حتى عاوزه حاجه. لو قالت له، لو قالت له 5 فجر انا عاوزه كذا كذا يجيبها لها، فحتى لدرجه اللي هو بيفضلها عني، بيفضلها عن بيتها. انا بيعملنيش كده. امنيه يا قمر، عامله ايه يا حبيبتي؟ ماما عامله ايه؟ الحمد لله. وبابا عامل ايه؟ ماما طنط، يعني طنط ندى. انا اسفه، معلش معلش تزعليش. ايه اللي معدك هنا يا امنيه؟ انا حاجه عامله ايه؟ تتلاش ربي مع غزل ليه؟ بابا مش مخليني اكل اهو. ليه؟ معاقبني عشان برد على طنط ندى وكده. معلش معلش، اعتبريها زي مامتك، عاملاها زي مامتك. ماشي؟ لا مش امي، مش معناها زي مامتك. معلش يا حبيبتي معلش. دلوقتي ساعده اللي في الشارع. مستنيه بقى، عايزه اقول لحاجه. طب حطي فوق. لا في حاجه مهمه، فما ينفعش، خايفه امسكها. ماشي يا حبيبتي خلاص، تبقى اطلعي بقى العبي مع غزل. ماشي هستناكي يا قمر. ايه اللي معادك كده؟ طبعا ده انت ندى خرشتك صح كده عشان تعملي غلط، صح؟ مش انا اللي عملت غلط المره دي. يعني ايه مش انت اللي عملت غلط؟ هي اللي عملت غلط.
بطل الادب عشان والله ما هسيبك، هيجي على طول. عامل غلط ايه؟ بتزعقلك؟ ايه ده امتى يا ام نايه؟ النهارده الصبح لما انت رحت الشغل. هما كانوا عمالين يحبوا بعض، انت حبيبتي وانت مش حبيبتي، مش انا اللي عملت غلط. عارف يا بابا انت بتفضلها عني تعمل عملية فيك ايه؟ يا ندى لا انزلي تحت البيت يا حبيبتي. اه انت تحت انزلي. سلام. حبيبتك؟ عم كل عم تزعل حبيبتك؟ يا محمود. يا ندى أنا عمري حد زعلتك في حاجة؟ لا خالص. ليه؟ عمري فطيت طلب؟ لا. أنت عندي أفضل ولا أمنية؟ أكيد بنتك يعني هي الأفضل. أكيد. تقولي لي أنا؟ أنا؟ أه أنت. بنتك إزاي وفين؟ بنتك أنا قاعدة في البيت من الصبح ما عملتش حاجة. ما قابلتيش ولا قابلتي أي حد النهاردة؟ أنت مش بتستنيتي عليا؟ زعلها ده اللي فاهم فيه؟ ندى عاوز اقول لك على حاجه. انت طالق. انت واحده مش قد الامانه. انت واحده مش قد الامانه. وحال فيك الطلاق، انت طالق طالق طالق. ملاحظه بس يا واحده واحده، صلي على النبي. في ايه؟ في ايه يا حضرتك؟ في ايه بس ليه بتطلعها يعني بسرعه كده قدام الناس؟ بتخوني، واحده خاينه. هطلقها ولا ما اطلقهاش؟ ببيتها يا عبد الله في البيت. الله تعالى عاوزك تطلقها في البيت. مش حد في الشارع. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعل حضرتك؟ واحده بتخوني اعمل لها ايه؟ خلاص انا فضلتها عن بنتي، اقسم بالله انا كنت اضرب بنت واكرشها في الشارع هنا عشان خاطرها، وفي الاخر تخوني. لا مش مامتها، دي مرات امها الله يرحمها. امها دي والله العظيم ثلاثه منك لله، شكايتين عاملها وحش بسببك. بص انت عندك والله العظيم ده بنت طالعه البيت تاني. بص وحاجتك احذفها لك هنا وخلي اخوك يجي ياخدها. انت عندك حق والله العظيم. اه الواحده اللي تخون جوزها ما تقعدش في بيت ثانيه. صح كده؟ انت كده حقك. بس بص ما ينفعش تخلي الشرطه في الشارع قدام الناس. متشكرين متشكرين على الاضافه. متشكرين على الاضافه. ماشي ماشي شكرا. انت يا ندى تعمل معايا كده؟ انا ما عملتش حاجه والله، انا اسفه ما اقصدش. بصي انت ليه بتستغيثي عليا اصلا؟ انا كنت العب. لا لا عاوزه حاجه. لا تبقى هاتي لي حد ياخد حقي. ماشي. بالصوره دي كده خلاص؟ بالصوره دي ايه؟ انت ما تسيبيش اي حاجه اصلا، وخساره فيكي اي حاجه، والله العظيم خساره فيكي اي حاجه. يلا امشي. انت النهارده اللي هتقعدي هنا مش هي. ما تزعليش يا امي. بتفكر فيا خالص. اغلى حاجة عندي والله العظيم. كمان لما كانت بتقول لك لا انا بزعلها ما كنتش بزعلها، هي بتضحك عليك. لا يا امي انا عارف. محمود السلام عليكم. حبيبي عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك. سامع صوتك، صوتكم عالي ليه كده؟ مفيش حاجة والله، كنت في مشكلة مع ندى. حاجة حصلت ولا ايه؟ اه بتخوني. كنت واقفة مع واحد هنا ومنين صورتهم في التليفون. ندى بتخونك؟ والله العظيم سايبها في البيت هنا وأمينة، والله العظيم كده بفضلها على الأمنية. صدق بقى صدقهم بالله، والله العظيم بفضلها على الأمنية. عمر في حد ما يفضلها طبعا. ما ينفعش تفضلها طبعا على البيت. والله أنا كرشت أمنية هنا وأمنية بص قطعت قلبي بس عشان خاطر أراضي المرأة. كويس إن ربنا كشف لك الحياة بدري. الحمد لله. بنتك ولا حصل لها حاجه ولا حاجه؟ الحمد لله الحمد لله. خلي بالك من امنيه. ربنا يخليك ربنا يخليك. امنيه دي اغلى من اي حد. ربنا يخليك ربنا يخليك. طب عينك. ربنا يبارك لك. السلام عليكم. شكرا يا استاذ محمد الله يخليك. انا ده ما تعليش يا منى. زعلانه؟ نعم. العسل تحتي بقى النهارده هعملها ايه؟
ايه؟ هطلعها فوق بقى والعيبه زي